يا هلا ولدي الاعزاء، ردت روحي من جيتوني. يقول لك اللي يحب يعتب، وانت ولدي يعني واني اب، ابدا اعتب عليكم عتب محبه. صار 6 أشهر ما زرتوني، لا قلتوا هذا ابونا محتاج شيء ما محتاج شيء. يا ولدي غير اني ربيتكم حتى افرح بيكم من اشوفكم. يا سلام يا سلام. هاي البنيه وين شايف؟ بنتي، هاي بنتي. اقول بنيتي شلون رجلك؟ الله يبشرك بالخير. الحمد لله الحمد لله، طمنتيني. زين زوجك شلونه؟ هو نفسي. هلا 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 بالكبير، هلا 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 بالمدعبل. هذا كنت العب دعابل وانا صغير، سبحان الله اجاني ولد مدعبل. يا سبحان الله، يا اهلا وسهلا بكم، يا اهلا وسهلا. الحقيقه انا اشتريت ساعه هي تكوك روحها، واشتريت جداحه. انا ما ادخن، تدخين مو زين، بس لانه من تجدح يطلع نار، فكل شيء تعجبت يعني من تطلع من الجداحه نار. ولا هسه انا لو باقي مطمور ونايم مو احسن لي؟ يعني ايش جايين اذا كل واحد ماخذ الركوة طابق على صفحه وتك تك تك تك؟ هو الموبايل اخترعوه حتى تجون يزورون ابوكم وتلعبون الموبايلات، مو اصول شيء. هلا بيك ابوي العزيز. هلا هلا محمود الغالي، هلا هلا. بابا انا ما اقدر اعيش من دونك والله. الله يا سلام. اسمع يا المدعبل، يقول ما اقدر اعيش من دونك ونعمة تربية. انطيتك خبز وانطيتك ويا شو اسمه اندومي. يوم ما اشوفك والله ما احس بيوم. يا سلام ونعمة تربية. والله الله يرحمك، كان تقول هذا احمد يعني هو هذا سندك وحزام ظهرك. الله يبارك فيك وليدي. بس قل لي مرتك شلونه؟ شنو الغوا؟ لك امك صار لها 4 سنين ميته، شنو امك اروح اسلم عليها بالقبض؟ شنو الغوا؟ لك حبيبي هذا ابوك يذكرني بابوي الله يذكره بالخير، والله ما كان ينصحني هالشكل. نكته شنو الفطاره؟ امكم رضعتكم فطاره؟ ابني هو يفيد بيك نصيحه انت؟ هلا وحبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم راح احكيكم موضوع جدا ضروري. يا الله. اهم شيء بر الوالدين. الله. لازم تزورهم كل فتره. كل فتره شنو؟ كل اسبوع؟ لا مو كل اسبوع، لازم كل يوم. كل يوم لازم تزورون اهلكم، لان اهم شيء بر الوالدين. لا صحيح، بارك الله بيش، بر الوالدين كل يوم. لا تعال زوري 5 دقائق وشوفيني وروحي لرجلك. هسه هذول علي يضحكون والله ما ادري، راح تخبلوني والله راح تخبلوني. ولدي يعني انت حبايبي لا تنسون دائما زوروا الصفحة مالتي. هسه زوري ابوك وبعدين تزورون صفحة اهلك. شوف ذاك تقول بعد على شلابتين شنو الاغوى. يلا يقول لك زاروا ابوهم من حسبت علي زيارة. يلا مو مشكلة مو مشكلة، اغسل ايدك يا الحج. الحل عندي ولدي، الحل عندي. تدللون يا ولدي. بارك الله بكم يا ولدي، بارك الله بكم يا ولدي. يا الراوتر اليوم ابوك صمته. شنو هلا شلونك؟ هلا هذا منو؟ بس هلا اختي راح النت منين؟ ما شو النت؟ بابا لك هذا منو؟ حبيبي اقول بابا انت وين شايفيني؟ هلا بابا والله ما مشتاقين لك كلش، مشتاقين لك يا بابا جن. احنا جينا درت وجهي شفته اموت عليك اموت حبيبي بابا، قد مشتاقين لك احنا والله يا بابا. والله انا احبك الحد قطع النفس. لا وليدي انت حبيتني لحد ما انقطع النت.